سأذهب إلى واشنطن. دكتور عقيل عباس الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا بك دكتور عقيل، أيضا ضيفنا لأول مرة في هذا البرنامج. الموقف الأمريكي لا يبتعد كثيرا عما قاله ضيوفنا من أن هناك فصائل تابعة لإيران نفذت هذه العملية. طبعا هناك فتوى، هل هي فصائل متمردة أو هي فعلا نفذت أوامر إيران، لكن على الأقل الرواية الواشنطن الأمريكية لا تتهم إيران حتى الآن. كيف تقيم هذا الموقف الأمريكي السريع؟ يعني فورا كينث ماكنزي تدخل وأدلى بهذا الدلو. شكرا على هذه الاستضافة، وتحية لضيوفك الكرام وجمهورك. الولايات المتحدة كانت ربما الطرف الأسرع في اتهام الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، ولديها مؤشرات ومعطيات. شاركت بعضها الحكومة العراقية الأقمار الصناعية الأمريكية أو الصور الجوية الأمريكية للحادث، لعملية الانطلاق، انطلاق المسيرات وضرب رئيس الوزراء، مقر رئيس الوزراء موجودة أمريكيا، ونقلت بعضها للحكومة العراقية، وعلى أساس معرفة فنية بنوعية المسيرات وطريقة استخدامها بسهولة توصلوا بالتعاون مع الحكومة العراقية أنه هذه استخدمت في مرات سابقة. طبعا نحن لا نستطيع أن نجزم بشكل قضائي. الحكومة العراقية كما أشرت حضرتك لن تعلن أبدا، أي تحقيق عراقي لن يعلن عن اسم المنظمة التي قامت بعملية محاولة الاغتيال. ربما سيتم يعني معاقبة أشخاص من دون ربطهم بالحركات السياسية التي دفعتهم للقيام بهذا. أنا أعتقد أن إيران لا دخل لها بهذه العملية. تصوري هو كل الأمر كان مرتبطا بسوء حساب كبير من واحدة من هذه المنظمات. طبعا هذه المنظمات أبدا لم تكن تابعة إداريا وعملياتيا بشكل كامل ومباشر لإيران، هناك سيطرة إيرانية عليها، لكنه هذه أيضا تتمتع بقدر من استقلالية واتخاذ قرار في قضايا تعتقد أنها تستطيع أن تتخذ القرار فيها، خصوصا بعد أن حققت استقلالها المالي بعد أن فرضت العقوبات الأمريكية ضد إيران. موضوع طويل، لكنه أنا تصوري هو التالي، أنه علينا أن نعود إلى عام 2020 عندما اعتقل السيد مصطفى الكاظمي بعض مطلقي الصواريخ من منطقة الدورة. بعدها ببضع أيام قامت إحدى الفصائل باقتحام الخضراء ومحاولة محاصرة مقر رئيس الوزراء العراقي، ضغطت عليه من أجل إطلاق سراح هؤلاء، أطلق سراحهم معظمهم، ليس كلهم لكنه أطلق العدد الأكبر. هذه بالنسبة لهم كانت سياسة ردع وتخويف. تصوروا في 2021 نفس الشيء يمكن أن يكرر. أنا أتصور أنهم كانوا يعتقدون أن بإمكانهم استخدام ذات أدوات التخويف، والعملية لم يكن الهدف منها اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وإنما إرسال رسالة قوية وتخويفة. لم يتوقع طيب دكتور الفعل طبعا يعني مجموعة من رئيس الوزراء نفسه.